نبدأ الأولى باسم الكريم عبد الرحمن وراغي وملقب بالشيخ الوهراني. حنا باش نتكلمو باسم الفوكلور ديال المنطقة الشرقية وجدة. يعني هذا الفوكلور ديال وجدة هذا العام رحنا خرجنا بلا خدمة، ما عندناش شي متأخر، ما عندناش شي معاونة، ما عندناش شي شهرية، ما عندنا حتى شي حاجة. نطلبوا من وزارة الثقافة، كانوا يهضروا على هذا الدعم باسم الفولكلور مليار و 400 مليون في النشاط. كاين اللي عطاو للفنان المغني، واش المغني غادي يغني بوحدو في الحفلات واللي يمشي استديو غادي يغني. المغني يكون معاه القصاب، يكون معاه القلايلي، يكون معاه البنادري، وكل البراح. ونهضروا شكون هو القام ديال الاخر، وهي الغايطه والفوله ديالها البندير والبراح صراحه. ودوك نطلبوا من هاد الناس، هاد المسؤولين اللي متكلفين بهذا الدعم هذا، يفكروا شويه في الفولكلور. كاين اللي راه رايس داير رئيس الجمعيه، ويجي هذا الدعم وتجي معاونه من الولايه ولا من البلديه، كيف يفرقوها غير بيناتهم. كاين اللي حاط المراه ديالو، كاين اللي حاط البنت ديالو، وحنا اللي فنانه ديال بصح نافريننا ما يفكروش فينا. نطلبوا منهم ونطلبوا من سيدنا الله ينصرو يفكر في الفولكلور ديال وجده. راه واش غادي نقول لك، راه مضرورين بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله. ايها الاحباب الكريمين، الساده الموظفين، رجال الوزاره، رجال الاداره، رجال المسؤولين، وعلى راسهم جلاله الملك محمد سيدنا نصره الله. بالنسبه للفولكلور الجهه الشرقيه مدينه وجده الولايه والنواحي نتاعها، بالنسبه للفولكلور لم ناحيه نتاع الفولكلور اللي معنيين بالالات، ولا من ناحيه نتاع الفولكلور في لوحات الرقص. 2020 قدره رب العالمين جات هذا الوباء، والحمد لله والله يرفع هذا الوباء. ولكن نطلبوا من السلطات، الناس المعنيه، وزاره الثقافه، وزاره الماليه، وزاره الاشغال، وزاره العموميه، وعلى راسهم جلاله الملك سي محمد السادس وجميع الوزاره، يتعنوا هالفوكلور ويفتهموا بهالفوكلور ويكونوا مسؤول هالفوكلور ويحيوا لنا هالثورات. وان الفوكلور راه مضرور في 2020 من 15 مارس حتى الان، اليوم يوم 11 او 12 اكتوبر، لحد الان الخدمه ما كانش، العمل ما كانش. وحتى الجهه الشرقيه بالشعب صافيته عامه، كيف عامه؟ الحدود مبلعه وحنا خيات، الحدود مبلعه وحنا خيات. يحيى الملك، الله، الوطن، الملك. نهدي واحد الكلمات قصيده بمناسبه وجده، ونشكر هذا الاذاعه وهذه القناه وجميع المملكه المغربيه عبر الوطن طنجه القويله. وجده وجده زينه المدن عز الوطن، العزيزه الغاليه فيها سكناني، يا حرمة كاين في البلدان، عليك الباهية جبت قوالي، سيدي يحيى قبلتك مولى البرهان، سيدي معافى على يمينته في الدير العالي، في الجهة اليسرى سيدي إدريس وسيدي زيان، سيدي المختار يا القطب البودالي، سيدي عبد الوهاب في وسط البنيان، مول العز والوقر والثور العالي، منو وجدت فرقت في ربع أركان، شوارع مزوقة والورد شالي، باطيمات عالية من بعد تبان، وجرادي قدام هي دلالي، وجدة سكان هذاك فلان فلان، الخصلة والكرم والوقر عز بطالي، فواكي تجيلها من كل مكان، وجدة وجدة رزقها ابن العالي، حتى البادية نشجعوها يا الأخوان، يا سامع ذا القول لازم تفهم لي، الفيلة حسات قبي أذن الرحمن، والكسابي عزهم أصحاب الحولي، عياد محرة خاص للشوفان، لباس العود من كل إشكالي، البادية ذاك حالها من شاو زمان، خيالات مخالفة بارود شالي، برانيس لابسينهم طبع الفرسان، فرادة على صدورهم شغلوا بالي، البادية ذاك حالها من شاو زمان، خيالات مخالفة من بارود شالي، برانيس لابسينهم طبع الفرسان، فرادة على صدورهم شغلوا بالي، كل تنهاني في العز والأمان، والحرية التامة في الوطن الغالي، ساحة سيدي عبد الوهاب من تاريخ زمان، من بكري هذاك ميدان الفني، من بكري هذاك ميدان الفني، فاتوا فيها شيوخ كانوا في الميدان، يمدحوا بكلامهم فيه معاني. ساحة وجدة نعطيك العنوان، مطموعة بالثور ومسجد قبلي، حواني مسد فيها بحرير وكتان، ثياب مخالفة من نوع الغالي، زاو التجار عمرهم بالثمان، هذاك يشري وذاك داخل يا خالي،
نختم بصلاة النبي مولى الفرقان محمد الشافعي الأول والتالي، الراية الحمراء الغالية عز الوطن، بها يا ملاح يحلى غيواني، بها يا ملاح نمدح قوالي، وينصر سيدي محمد السادس يا عز الشجعان، والله يرحم به الحسن الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأما بعد، أتحيا وجدة وجدة وجدة.